أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللي حبي واسع الحجة في هذه الليلة يقول لك اللي مساعد بجواب تساعدك الزهراء دنيا وآخر إن شاء الله. يا حسين وين صابه؟ يا حسين وين صابه؟ يا حسين وين صابه؟ يا حسين وين صابه؟ لجل العين سجابه. يا حسين يلقيك ركيب طرف لساني. يا حسين وانصاب وحاشاك لليوم الوعد تنساني. يا حسين وين صابه؟ يا حسين وين صابه؟ راقب رابه الزهراء، راقب رابه الزهراء للمعصومة الحيرة. معصومة الحيرة أرى قبرا، أرى قبرا به الزهرة، أرى أرى قبرا به الزهرة أم المعصومة الحيرة. معصومة متويب عام لما افكاري وقفت بالون والدمعة برض غمي واشوف الناس كلها بنوع مجتمعة. حمل نعشي وجناعي يصيح فاطمة وينعى حسبتها فاطمة الزهرة نعت من فاطمة بضعة لها يسعى لكي ينعى لها يسعى لكي ينعى فؤاد خديجة الكبرى. أرى قبرى، أرى قبرى به الزهرة أم المعصومة الحية. اسألت هذا بارك الله بك إن شاء الله مأجور. اسألت هذا نعيش المن أظن يخص بني هاشم صحت منهم جاوبني سمعت جوايب الوادم. هاي اختي ضماتت هاي ودي
حتي الكاظم هاي ودي حتي الكاظم قضيت مظلوم ويا السائل مثل أمها طهر فاطم مثل أمها طهر إيه وللضلعي جرى دمعي وللضلعي جرى دمعي وعيني لم تزل عبر أرقبرا أرقبرا به الزهرة أم المعصومة أم المعصومة الحيرة أرقبرا أرقبرا به الزهرة أرقبرا به الزهرة المعصومة الحيرة جواب جواب أرى به الزهرة أم المعصومة الحيرة إجل جثمان للمدفون يا ريت بقبر جثماني قبل اجفان حل حرة يا ريت انسجت اجفاني اجا وشخصي عندي فنوها يا ذي الواحد الثاني بالثامل حسم مدلين ولهم نور رباني ولهم نور رباني أرى قبرة به الزهرة أرى قبرة به الزهرة المعصومة الحيرة يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر وشيعتك عايش المسمار يا ابني حسرة وسط حساسك عايش المسمار يا ابني حسرة وسط حساسك أمك كان بكسري تعرف حسرتي بأنفاسك حسرتي بأنفاسك يا ابني ما يحتاج اسولف وانت تعرف ناسك يا ابني ما يحتاج اسولف وانت تعرف ناسك مختصر حزنك عذابي شب راسي براسك شب راسي براسك يقولون تجري من دم دمعتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر يا مهدي طلعتك يا مهدي انتظر امك انا يا ابو صالح تعلم باخباري امك انا يا ابو صالح تعلم باخباري 1400 عام هسه تسعر ناري هسه تسعر ناري هسه نابت يا ابني بعد بالصدر مسماري هسه نابت يا ابني بعد بالصدر مسماري امني راح ابويا الناس كلها غيرت بالواقع اريدك
تمحي كل عادتك أريدك تمحي كل عادتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طل يا مهدي انتظر وشيعتك عجل الله طلعتك يا مهدي انت وروي شيعتك راح ابويا الناس كلها غيرت بالواقع لعنة الله على الظلمني وعرضوا عالتابع عرضوا عالتابع علي اول كلها تدري شلون يصبح رابع علي اول كلها تدري شلون يصبح رابع كتف بين الشوارع غصب راحي بايع غصب راحي بايع غصب راحي بايع يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي اخر بيت وصلك بالدعاء انتظر وشيعتك يا بني وبساعة ظهورك كسر ضلعي جنبوري محسن ابني لراحي محسن ابني لراحي ترجعه يدب عشرة شرط من تبني مزاري بلا يباب الحضرة خاف زينب تجي زيارة وكل عذاب تذكر كل عذاب تذكر غريبة صعبة حالة عمتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر وشيعتك يا مهدي عجل الله طلعتك يا مهدي انتظر وشيعتك الهنا نسألك وندعوك معجورين ان شاء الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض اللهم شافي وعافي كل مريض اللهم شافي وعافي كل مريض عندنا مريض إن شاء الله محتاجين لدعائكم يكون أخ أبو محمد القزاز الله بجاه حبيبك يا الله بفاطمة وأبيها اللهم شافي وعافي كل المرضى يا الله اللهم اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم سهل ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصر ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الإمام الحسين رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات